طيب معايا الاستاذ احمد غانم، دكتور احمد غانم المراقب السياسي. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا مرحبا. مساء كتر خير. الناس تعلي الصوت شويه بس عشان نسمع الدكتور احمد غانم. دكتور احمد، الحقيقه كنا بنستعرض مع الاستاذه، تحياتي الاول لحضرتك وتحياتي للاستاذ سوسن غريب والاستاذ محمد كمال عقده. كنا بنتكلم على المعسكر بتاعنا يا استاذ محمد، يعني طرحنا او عملنا انفوجراف دلوقتي لكل المبادرات. احنا لا نتحدث في هذه الفقره عن السيسي ولا عن ديكتاتوره العسكر، نتحدث عن الجانب الاخر في الصوره اللي هو احنا. استعرضنا كافه المبادرات اللي كانت بدات من 2013 وحتى الايام الاخيره، في مبادره او ثلاث مبادرات طرحوا او ثلاث رؤى طرحوا منها الاستاذ عبد الله الاشعل، السفير عبد الله الاشعل، والاستاذ محمد محي الدين، والاستاذ معصوم مرزوق، والاستاذ دكتور حسن نفع، والاستاذ الهلباوي. يعني تعليق حضرتك، الدكتور عقده بيقول انه الموضوع اكبر من الرئيس مرسي وبتاع، وانه احنا لا لازم نتفق الاول على خلع هذا النظام ثم المرحله اللي بعد كده نبقى نتفق عليها بعدين. الى اي مدى حضرتك ترى الصوره من الجانب بتاعنا؟ ما هو تقييمك لينا يعني؟ والله هو تقييم ان هو ليس هناك، يعني بالنسبه للمعارضه الموجوده حاليا ليس لديها رؤيه سياسيه وليس لديها اجنده سياسيه وليس لديها زعامات سياسيه كاريزميه تستطيع ان تقود الجماهير، وبالتالي ليس هناك، يعني لا اعتقد انهم على المدى القريب سيستطيعون ان يصلوا لحكم مصر. طيب 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 طيب، دي نظرتك وجهه نظرك، لكن يبقى سؤال طرحناه دلوقتي وعمل خناقه بيننا احنا الثلاثه. هل يستحيل على المعارضه حكم مصر في حاله سماح الظروف ليها يعني؟ هو الحكم لا يستحيل على اي انسان، يعني اي انسان سيحكم، ولكن اعتقد انها سيكون حكما فاشلا. لان هو يعني انا انت لو حطيتني بكره احكم مصر انا ممكن احكم مصر، بس هنجح ولا مش هنجح دي الفكره. اعتقد ان المعارضه بشكلها الحالي غير مؤهله لحكم مصر. انا كنت اتكلمت معاك قبل كده من فتره، انا قلت لك ان انت لو انا دكتور احمد يعني ان هو نقول ان هو حكم فاشل. الاستاذ محمد كمال عقده بيعترض على راي حضرتك، ممكن تسمع رايه بعد اذنك يا دكتور احمد؟ طبعا طبعا اتفضل. يعني حضرتك بتقول ان هو حكم المعارضه هيكون حكم فاشل، بناء على ايه؟ حضرتك لما ننظر الى الحكومات المنتخبه في انحاء العالم في الدول الديمقراطيه عادة بتكون الحكومة الجديدة يعني خبرتها في الحكم بسيطة جدا، لكن بيجي تكنوقراط وبيجي ناس سواء أساتذة جامعة أو عندهم خبرة في إدارة مؤسسات أو إدارة شركات، وبيقوموا بيحكموا الدول وبيستمروا بيها بدون ويرد مشاكل يعني. ويرد. اتفضل يا دكتور أحمد. أكيد طبعا، هو طبعا يعني فارق بين الحكومات اللي جاية جديد، ولكن ما بتكلمش على طريقة الحكم، أنا بتكلم على الرؤية. مفيش رؤية أصلا تجمع هذا الموضوع، مفيش حاجة بتجمع، مفيش مشروع الآن بيتحد نحو الشعب. أنت بتتكلم على مرحلة انتقالية خطيرة في مرحلة مصر، أنت إذا توليت الحكم بعد العسكر أنت بتتولى حكم الدولة منهارة تماما على كل الأصعدة، وبالتالي في هذه الفترات يجب أن يتكون، يعني لو ذكرنا التاريخ البشري في كل فترات الالتفاف الكبيرة في حياة الشعوب لازم بيتم المعارضة بتأتي بمشروع قوي وبتاتي بمجموعه من الاشخاص بيكون كاريزما الشعب بيثق فيها وبيقف وراها. طب معلش يا دكتور، المعارضه الحاليه لا عندهم مشروع قوي يلتف حول الناس ولا عندهم شخصيات كاريزميه الناس اللي تلتف حوالينا. طيب الدكتور الاستاذه سوسن عايزه تتناقش مع حضرتك، اتفضلي. اوكي يا دكتور احمد، انت ليه بتجمع كل المعارضه ان هي يعني كمجموعه واحده هي اللي هتحكم؟ ما هو اكيد فصيل واحد بس اللي هيحكم او هيكسب في انتخابات او هيكون في المرحله الانتقاليه، مش كل المعارضه. فلو احنا يعني انا معاك ان المعارضه الايام دي فاشله انها تقدر تشيله، بس لو ويسيوم ان المعارضه دي شالت، الناس اتحدت وبقت زي الفل وشلنا النظام السيسي ونظامه، ليه بتفترض يعني ليه تفترض اي عايز اقول كده ليه تفترض ان المعارضه مش ما عندهاش رؤيه ساعتها او ما فيش استراتيجيه او ايديولوجيه معينه او حاجه معينه؟ ليه بتفترض ان الموضوع كله كده شرط كلنا فاشله يعني ليه فصيل واحد بس يعمل اللي هو؟ هنتكلم عن الاقتصاد مثلا. نسمعه. طب نسمعه. اتفضل. اللي بيحصل يعني بيحصل ان هو في الفترات دايما يعني الفترات التاريخيه لما بيكون في يعني حاله ترانزيشن من سيستم لسيستم ومن نظام لنظام بيبرز رؤيه معينه ويبرز مجموعه من الناس، هم مش محتاجين حد. هم على فكره لو في ناس حاليا موجودين اقوياء في رؤيتهم واقوياء في كاريزمتهم لا محتاجين اصطفاف ولا محتاجين ان هم يروحوا يشحطوا مع حد ولا محتاجين يقولوا لحد تعالى ورانا. طيب الناس طبيعيه بالطبيعه هتروح وراهم هيتجمعوا وراهم
وكل الناس اللي عاوزين يبقوا جزء من هذا التغيير هيبقوا هيتجمعوا وراهم، والتنازلات هتيجي من الناس اللي عاوزه تبقى معاهم. يبقى السؤال يا دكتور احمد، معلش يبقى السؤال، حضرتك افترضت وبنيت الرؤيه كلها على انه لا يوجد رئيس، هناك رئيس في المعتقل الان، يعني هل لو خرج هذا الرئيس، لو افترضنا ان قامت ثوره او قامت فوضى او قامت اي حاجه يعني وخرج هذا الرجل، الا ترى انه يستطيع الحكم؟ لا، الرئيس مرسي ورئيس شرعي، لا احد يختلف على شرعياته. انا بتكلم على ان هو الرئيس مرسي يحكم بمين، مش هو الرئيس ده بيحكم باجهزه، هو الرئيس ده مش سوبر مان. يعني الرئيس مرسي كان قبل البلاوي اللي كانت حصلت دي كلها ما كانش عارف يحكم، لان لا في مخابرات شغاله معاه ولا في شرطه شغاله معاه ولا في جيش شغال معاه. لما تطلعه كمان بعد اللي حصل وبعد البلاوي دي وتقول له تعالى احكم، طب هيحكم ازاي؟ يعني انت لما تجيبني انا احمد غانم وتقول لي تعالى امسك قناه مكملين اللي هي واحد على مليار من الدوله المصريه، وكل العاملين في قناه مكملين مش عاوزين يشتغلوا معايا، انا هفشل من اول يوم. فبالتالي الموضوع مش موضوع الدكتور مرسي ولا مش الدكتور مرسي، الموضوع اللي احنا وصلنا دلوقتي في مرحله ابعد كثيرا من موضوع الدكتور مرسي، وابعد كثيرا من اخوان المسلمين، وابعد كثيرا حتى من التيارات الموجوده في الشعب المصري. انت لا يوجد واحد او انا لم ارى، يمكن يوجد وجود انا ما اعرفش، لكن لا انا لم ارى فيما رايته رؤيه شامله تقدر تخرج الشعب المصري والدوله المصريه من المرحله الحاليه، وتعطي الامل للشباب ان هو الشباب الموجود زي ما كان موجود زخم الموجود كان موجود قبل، ان في امل والناس تتجمع حوالين الشخص دوت، تتجمع حوالين المشروع دوت، حتى الان مش موجود، يمكن يوجد بكره، يمكن يوجد بعد بكره، نسال الله ان يوجد قريبا. طب خليك معانا يا دكتور بعد اذنك، اتفضل يا دكتور. يعني اولا هتكلم على مساله الكاريزما، احنا يعني عدد كبير جدا من الدول الناجحه، لو شفنا سويسرا، شفنا النرويج، شفنا السويد، شفنا الدنمارك، كل دي دول ناجحه جدا، ويعني لا نسمع عن رؤسائها، بالعكس الدول اللي فيها رؤساء كاريزميه يعني معظمها بنلاقيها دول فاشله، طبعا يعني مصر دوله منها وزيمبابوي وغيره. يعني انت عايز تقول ان الكاريزما مش مهمه؟ يعني مش مهمه، المهم اللي هي الخبره العمليه في اداره الدوله. طيب خلينا نرد على النقطه دي، بس خلينا نرد يعني يا دكتور. لا انا اعتقد ان هذا يعني هذا كلام يخالف الواقع، لان في جميع الفترات لو حضرتك شفت الانتقاليه كان لازم الشعب بيتوحد خلف واحد، في جنوب افريقيا نيلسون مانديلا، في امريكا اوباما، في حتى في لما يعني يا دكتور احمد انا عندي انا خلف اوباما. حضرتك تعيش في الولايات المتحده، انا عايش في الولايات المتحده، لم يتوحد الشعب الامريكي خلف اوباما، كلنا عارفين ذلك. ولا خلف ترامب. ما توحدش هو الشعب الامريكي ولا اي شعب في العالم يتوحد، ما بتكلمش على 100% من الشعب، انا بتكلم على حركه كافيه للتغيير، هو انت تتجمع حواليك 3 ولا 4 مليون شاب. وماذا غير اوباما؟ تكسر بيهم البتاع، لكن ما بتكلمش على 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 يعني في 50 مليون اللي انتخبوا اوباما، اعتقد ان اتليست 45 مليون منهم ما يعرفوش ايه البرنامج بتاع اوباما. انا اسال حضرتك ماذا غير اوباما؟ رد عليا، ماذا غير اوباما؟ ما هو التغيير اللي عمله اوباما؟ اوباما هو اللي جاب لنا الموضوع ده. انت دخلنا في موضوع تاني. احنا دلوقتي في اطار الحكم على تجربه اوباما. لا احنا بنتكلم على المعارضه بتاعت، انت بتتكلم بتقول انه يا دكتور انه ما فيش كاريزما، يعني قصدي لازم تكون في كاريزما او مش لازم تكون في كاريزما. الدكتور احمد بيقول لا لازم يكون في تفسير شخصيه، انت يا استاذنا لازم يكون في تفسير شخصيه الناس تؤمن بها وتمشي وراها. قبل الثوره تم تصدير شخصيه البرادعي بغض النظر الى المشاكل بتاعت البرادعي، ولكن قبل الثوره تم تصدير شخصيه البرادعي، والناس كلها وقفت حوالين البرادعي في الجمعيه المصريه للتغيير، حتى الاخوان وقفوا وبداوا يلموا. طب افرض يا دكتور معلش انا عندي سؤال، انا عندي سؤال لحضرتك، انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. افرض ان في رئيس كاريزما، يعني انا افترض جدلا ان الموضوع كاريزما، هل تعتقد ان المؤسسات اللي خربها السيسي هل من الممكن انها تمشي ورا رئيس كاريزما؟ يعني هل تكفي الكاريزما؟ أنا ما بتكلمش على رئيس كاريزما، مرحلة رئيس ومرحلة حكومة مستقرة دي مرحلة لسه طويلة جدا بعد انهيار نظام السيسي. أنا بتكلم على مرحلة التغيير. الشخص الكاريزما ده ممكن ما يكونش له مستقبل في العمل السياسي والعمل التكنوقراطي وعمل وضع الآليات على الأرض زي ناس تانيين. لكن بتكلم على واحد يطلع ويوحد اللي يغير دلوقتي، أنت قصدي حضرتك المرحلة الحالية اللي يغير دلوقتي المرحلة عشان المرحلة الحالية مرحلة تجميع الناس. أنت معلش تحملها مني يا دكتور. يعني انت مش قاسي شويه لما تقول لا يوجد كاريزما، بينما عندنا اسماء كتير وانا مش عايز اذكرها عشان ما تبقاش مساله شخصيه، يعني مش عندنا الاسماء شخصية. دي كلها على عيني وعلى راسي وناس محترمين، ولكن يا احمد الموضوع يبين اين الالتفاف، هو لا في شخص كاريزمي، طب في شخص له رؤيه قويه. طب يا احمد انت الناس حواليه اين هذا الالتفاف؟ يعني حتى مثلا اديك مثال على بسيط، مثلا حازم صلاح ابو اسماعيل، لم يكن وراءه حزب جمهوري ولم يكن وراءه، ولكن لانه عنده كاريزما بغض النظر اتفق معاه ولا غلط، لكن في ملايين الشباب بتلف حواليه، صح ولا لا؟ دي حادثه موجوده في التاريخ المصري. طبعا لما بيوجد شخص
لانه الناس في نفس الفترات الفترات الضبابيه اللي احنا فيها دي بتحب دايما تؤمن بالنتيجه. طب خليك معايا يا دكتور، خليك معايا يا دكتور استاذ سوسن، عايز اقول لك حاجه. طيب انت دلوقتي مصر على حته ان هو اللي هيغير او هيمسك في المرحله الانتقاليه يبقى عنده كاريزما. ومن خمس دقايق بالظبط، لا مش اللي هيمسك، مش اللي هيمسك، اللي هيقود عمليه التغيير. ماشي، اللي هيقود عمليه التغيير عنده كاريزما. ومن شويه قلت ان الـ ان ان مفيش رؤيه، فبالتالي انت مع ان لازم يكون في رؤيه وفي سياسه وفي يعني ان الناس شايفه الحاجه اللي في المستقبل هي الرؤيه. تمام، مش عارفه ايه الكلمه العربي. تمام، طب ايه سؤالك بقى؟ طب يعني انت منين بتقول كاريزما ومنين بتقول رؤيه؟ كاريزما دي عكس الرؤيه على فكره. لا ما قالش عكس الرؤيه طبعا. لا الكاريزما عكس الرؤيه، الكاريزما دي بتعتمد على حبك للشخص، على ال زي ما انت بتحب عبد الناصر، ايمانك بيه ان هو شخصيته حلوه بتجذبك. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نطلع من الفيلم ده. الفيلم ده شغال من اول. هقول لك على حاجه بس بالراحه، انت بتعد تسمعيني ولا لا؟ شخص الكاريزما يا عم، ما انا بسمعك انت مش عايز تسمعني. طيب لا ما انا جاي عشان ده وماشي طول اليوم. اتفضل اتفضل. انا جاي الشخص الكاريزمي دوت مهمته مش في وضع الرؤية الشخصية، ولكن تجميع الناس حواليه. يعني لما انت تقول مثلا الشخص الكاريزمي ده هيجمع حواليه علماء اقتصاد وعلماء سياسة وعلماء تعدين وعلماء، هم دول سلمتهم منهم الرؤية، ولكن في الآخر في ناس الناس بتؤمن بيه وبتمشي وراه وواثقة فيه. هذه الثقة. تمام، وصلت وجهة نظرك. هي أهم شيء في الفترات الانتقالية وجود هذه الليدرشيب. خلصت يعني حضرتك.